بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا في الجميع، أهلا وسهلا في الكل. خلينا طبعا بلشنا لايف، فيديو لايف اللي يقدر يتابعني على الانستغرام. أنا طبعا شفتين، أنا أحاول أطلع هنا وهنا. عندك في على حسابي على الانستغرام، لا تراوني، وعلى فيسبوك ممكن برضه تتابعني على بروفايلي. بدنا نتكلم عن فيديو اللي نزلته قبل يوم، نزلته البارحة الساعة 7، بخصوص موتوري اللي تغير لونه عن طريق الجلاد ومفتاح السيارة. زين، خلينا نستنى شوي ناس تفوت على الفيديو ونشوف شو ممكن نشرح لهم كيف تقدر تعمله وكيف تسويه بأسهل طريقة ممكنة، عن طريق مواد بسيطة موجودة في البيت، موجودة عند أي حدا، ممكن تكون موجودة عند أي حدا، ممكن تحتاج تشتريها أو تكون عندك مواد أساسية. طيب خلينا نتكلم أول شيء عن الفيديو. امبارح مثل ما شفنا الموتور عن طريق الريموت، تضغط زر السيارة، نبرمج السيارة، الجلاد اللي عليها أو الكفر اللي عليها مع المفتاح، من تضغط على زر السيارة مباشرة أنت تغير مفتاح سيارة. راح نفرجيكم أكيد، ما أنا الكل عم بنتظر وراح ناخذكم حتى نفرجيكم. إذا كنا نحكي، مجرد ما تضغط على السيارة تحول لونها حسب أنت البرمجة اللي أنت تدخلها في السيارة. عملية البرمجة ما تاخذ وقت كثير، حسب انت سرعتك، حسب اذا كنت متمرس. يعني اول سياره اخذت معي تقريبا بين ربع لين ثلث ساعه على ما قدرت اضبطها واسوي اللون صح. ثاني واحد سويته اسرع، فثاني سياره سويتها اسرع، فان شاء الله خير. طيب بحب اول شيء اشكر بشكل خاص وكثير مهم إدارة مرور قطر، لأنه تابعوا الموضوع من الأول. خلال أقل من 12 ساعة الفيديو نزل على الساعة 7، الساعة 9 كنت عندهم وردني اتصال من إدارة المرور قوم بزيارة لهم. رحت عند مدير إدارة المرور اللي رحب فيي وشرح ورحب بالفكرة اللي أبي أحكيها، كان تعاون ممتاز. زين، وأحب أشكر أيضا جروب قطر ليفينج، واتس جوين اون قطر، وآي لاف قطر على نشرهم للفيديو ودعمهم للفكرة اللي حاب أشرحها، ألا وهي طبعا مثل ما شفت الفيديو، ناس كانت تقول كذب، ناس كانت تقول صدق، وأنا هون أشرح لكم إن الموضوع كان كله مفبرك. أكيد الموضوع ما في جلاد، ما في أي شيء، ما في أي شيء يقدر يعمل هاي التكنولوجيا حاليا. بعض المنتجات شفنا مثل هان تنزل عليه مي حارة، بعض المنتجات تنزل عليه مي حارة يتغير لونه. هذا منتج موجود بس لكن مش موجود في الأسواق، فالموضوع كامل مفبرك. الفكرة من الفيديو أنا عملته كل المتابعين إنه كثير من الفيديوهات اللي تنتشر حاليا، خاصة في الأوضاع سواء سياسية أو اقتصادية في أي مكان، أو حتى لو ما كان في أي شيء في أي دولة، تلاقي إن الناس تبعت فيديو معين على الواتساب يقول لك هذا الناس كذب، هذا مش كذب. لازم دائما تتأكد، لازم دائما تتأكد أنت المصدر اللي تاخذ منه المعلومة. أول مرة نزلت الفيديو إذا شفته، ما تخيلت أنا طبعا يوصل لهذه الكمية خلال فترة أقل من 24 ساعة. نحن نحكي عن وصل عن ما يقارب 100,000 مشاهدة، اتصالات ما وقفت من امبارح للحين، تليفونات تليفونات تليفونات، ناس تبي تعرف شلون يتم عمل هذا الشيء. للأسف الناس لو تتابع شوي أو تفكر شوي
او تتاكد من المصدر اكثر، وتحضر فيديو مره ومرتين ثلاث، وتسال واحد اثنين ثلاث لين ما تتاكد، تقدر تعرف انه هذا الفيديو، لين ان تعرف انه هذا الفيديو مفبرك. الفيديو الثاني اللي سويته سويت فيه اخطاء، حتى الناس نشوف ردة فعل الناس اذا هم هل صحيح يكملون الفيديو ينشروا انه هذا الحكي صح، او ينشر انه هذا الحكي مو بصح. الحمد لله في كمية منيحة من الناس قدرت تبعت لي مسجات او تبعت لي فيديوهات كيف ممكن تنعمل. بارك الله فيكم، ما شاء الله عليكم، وهذا هو الاساس اللي ما يخرب الفيديوهات اللي تنتشر، الفيديوهات اللي تنتشر عبر الواتساب. كثير ناس تلاقي بعد على سبيل المثال فيديو الدجاجة اللي تكتب ما شاء الله، أو ناسي إيش الجملة، الفيديو واضح إنه مفبرك، لكن الناس للأسف في نوعية تصدق، وإحنا ما نبي هذا النوعية من الناس يكون مثل هيك، تصدق أي شيء موجود. نبي الناس تكون مثقفة تفهم. في كثير إشاعات تنتشر سواء في بلدنا قطر، هنا أنا مقيم في قطر، أو في دول ثانية. على سبيل المثال في قطر نزلت أول ما صارت الوضع السياسي الحالي، نزل ما في أكل، الناس ما تسافر، سواليف ما إلها قصة صراحة. تأكدوا دائما أي مصدر، أنا فكرتي من الموضوع كامل، تأكد دائما من المصدر، تأكد مرة ومرتين وثلاث وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية لين ما يعني تكون 100% متأكد. فيديو نزلته أنا مرتين، أول فيديو نزل الناس شكت في الموضوع، في ناس كثير صدقوا، كثير ناس للحين تتواصل معي، تبعث لي رسائل أبي أركب الجلاد، أبي أركب إن هذا من وين أشتريه. يا أخوان ما في من هذه التكنولوجيا حاليا، ما في أي شيء، تقدر تفتح تشوف الإنترنت، تفوت على جوجل تأكد منها. أنا بعتذر لكل شخص فكر إني أنا أكذب عليه أو أي شيء، ما جاوبت أي أحد إنه هذا موجود أو مو موجود، أنا كتبت شفنا نشوف ردة فعل الناس، والحمد لله الحمد لله في نسبة كثير كبيرة من الناس تحكي ما صدقت الحكي الحمد لله. في ناس اللي صدقوا يا ريت تقدر مرة ثانية تتأكد من أي فيديو ممكن يوصل شو ما كان بسيط، تأكد منه مرة ثانية، وتأكد إنه أنت ما تنشر خبر غير صحيح. أحيانا المواقع الإخبارية ممكن تنشر خبر بالتعاون، أنا طبعا مع مثل ما ذكرت مع واتس جوين اون قطر وآي لاف قطر وقطر 11، شاركت معهم حتى توصل هاي الرسالة، حتى يشوفوا، حتى المراكز الإعلامية لو تنشر شغلة معينة لازم تتأكدوا من مرجعيتها. بعض المراكز الإعلامية ممكن تنشر شغلة خاطئة، ممكن أنت تصححها وتحكي لهم لا واحد اثنين ثلاث. وبعض الناس الحمد لله وصلني مسجات إنهم طرشوا أو بعثوا للمركز، للموقع الإخباري اللي أنا تعاونت معهم. طبعا هم ما نشروا خبر مفبرك، هم بناء على طلبي نشروا الموضوع بناء على طلبي حتى أوصل أنا هاي الرسالة. رسالة كثير مهمة يا إخوان، راح أرد يعني ممكن أزهقكم قد ما ممكن أزهقكم قد ما بحكي عن هذا الموضوع. يا ريت تتأكد من أي رسالة توصلك مرة ومرتين ثلاثة وأربعة، تأكد من المصدر، إذا قدرت توصل للمصدر نفسه أوصل لعنده. أنا نشرت الفيديو بعدي في أخطاء واضحة كان ممكن أضبطها، كان ممكن أعملها إذا بدي أكمل في الكذب عن الناس، بس لكن عملت خطأ متعمد، مثل ما بعض الناس مشكورين نبهوني على الفيديو وقالوا لي هذا مفبرك هذا مفبرك، شكرتهم وقلت لهم صح، ما حدا قلت له لا هذا مش مفبرك، كل الناس جاوبهم، اللي جاوبني مفبرك جاوبته هذا الفيديو مفبرك. فأتمنى من الجميع توصلوا هذه الرسالة، ويا ريت اللي بيقدر ينشر هذا الفيديو ينشره، راح أنزله موجود عندي على الفيسبوك، راح أحاول أنزله عندي على الانستغرام بعد ممكن مقاطع. فشكرا لكم جميعا، وسامحونا عملنا لكم كركبة، أنا صراحة ما كنت متوقع يوصل الفيديو بهاي الوقت لناس كثير، دليل على شوي وعي من الناس، لازم يكبر هذا الوعي والناس تصير أكثر فهم الموضوع اللي بصير.
أنا بلشت من موضوع سيارات، الموضوع ممكن يكون أكبر من هيك، مش أنا، غيري، ممكن يكون موضوع أكبر من هذا الشغل. يعني موضوع إحنا حكينا موضوع ستيكر السيارات، لكن الموضوع ممكن يكون أكبر من هيك، قضايا أكبر من هيك دائما أتأكد منها. فشكرا لكم، وأي حدا عنده تعليق أهلا وسهلا. بحاول أقرأ التعليقات على فيسبوك وإنستغرام. طبعا الناس اللي بلشوا يتابعون من الحين، الفيديو مثل ما ذكرت فيديو مفبرك وما له اي صحة. فيديو انا عملته عن طريق ادوبي بريمير، تقدر تسويه انت بروحك، ما ياخذ منك وقت. شكرا. ما انا هي كذبة، صح ممكن تعتبرها كذبة، لكن انا هاي هي تجربة اجتماعية. هذا الفيديو هو تجربة اجتماعية، قررت أعملها حتى نشوف الناس وعيهم للأخبار، هل هو بتأكد من صحتها أو ما بتأكد من صحتها. وشفت كثير ناس للأسف غير واعية بتنشر الخبر سواء صح أو غلط، تنشر الخبر بدون أي شيء. وفي ناس الحمد لله قدروا يحكوا لي، أثبتوا لي العكس، وهو هذا هو المطلوب. أنت إذا شفت فيديو أو معلومة، إذا شفت أي معلومة صحيحة أو مش متأكد منها، يا ريت تروح تفكر تشوفها، يا ريت تروح تأكد من هذه المعلومة، هل هي صح؟ عندك الإنترنت بحر واسع، أصحابك أكيد كثار، تقدر تستفسر منهم قد ما بدك. تجربة الحمد لله نجحت، وصلت لناس كثير، وأتمنى هذا الفيديو اللي أنا الحين عامله يوصل لناس أكثر بالأرقام. مثل ما ذكرت، الفيديو الأول أو الثاني وصل لما يقارب النصف مليون من دعم المواقع الإعلامية What's Going On Qatar، Isle of Qatar وQatar Living، وصل لنصف مليون شخص، وما زالت الصفحات عم تنشره. يا ريت اللي بيشوف الفيديو أي مكان يبلش يوعي المشاهدين، أو يبلش يوعي أي حدا بيحضر الفيديو، هذا الفيديو مفبرك، ويذكر اسمي أو يعمل لي تاج في الفيديو ونحكي لهم. مسجات أنا وصلني تقريبا على انستغرام أكثر من 400 مسج على انستغرام، وهذا رقم مو كبير كثير، لكن الحمد لله إنه فئة مش كبيرة من الناس. ممكن لو أعطينا موضوع أكثر من وقت هيك، اشتغلنا على فيديو أكثر، ممكن كان زاد هذا الشيء، بس مش هذا الهدف. الهدف إنه وصلنا لمرحلة إحنا لازم نكون واعيين ونعرف شو هو المحتوى اللي بنزل على الإنترنت. لا تصدق كل شيء بيصير على الإنترنت، تأكد منه أكثر من مرة. ويعطيكم العافية، شكرا لكم وفرصة سعيدة.